أجلت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة النظر في القضية التي رفعها محمد عبد الجبار المنصوب ونيرة فضل عبود ضد المعهد العالي للقضاء إلى يوم 2 فبراير. ورفع المنصوب وعبود دعوى ببطلان نتائج القبول في المعهد العالي للقضاء الدفعة 21 كونهم استبعدوا من القبول في المعهد عن محافظة لحج، وتم استبدالهم بطلاب ليسوا من أبناء المحافظة. وتبنت القضية اللجنة القانونية بجبهة إنقاذ الثورة، ويترافع فيها المحاميان نجيب الحاج رئيس اللجنة القانونية والمحامي نجيب الكعلي عضو اللجنة.